في مثل هذا اليوم 28 من شهر رمضان المبارك من العام 9 للهجرة، قدم وفد من ثقيف إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم وولاءهم للمسلمين. وثقيف هي قبيلة عربية تقيم منذ ما قبل الإسلام وإلى اليوم في مدينة الطائف وما حولها غرب شبه الجزيرة العربية. وحدث إسلامهم بأن جاء سيدهم عروة بن مسعود الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الطائف، فأعلن إسلامه في العام 8 من الهجرة، وبعدها بعام أسلمت القبيلة كلها بعد غزوة حنين. معركة وادي لكة. في مثل هذا اليوم 28 من شهر رمضان المبارك من العام 92 للهجرة، نشبت معركة وادي لكة أو معركة شذونة، وتسمى أيضا بمعركة سهل البرباط، بين قوات الدولة الأموية بقيادة طارق بن زياد وجيش القوط الغربيين بقيادة الملك رودريك الذي يعرف في المصادر الإسلامية باسم الملك الوذريق. انتصر الأمويون في تلك المعركة انتصارا ساحقا أدى لسقوط دولة القوط الغربيين، وبالتالي سقوط معظم أراضي شبه الجزيرة الأيبيرية تحت سيطرة الأمويين. وبذلك دخل الإسلام إلى شبه الجزيرة الإيبيرية ما يعرف الآن بإسبانيا والبرتغال، واستمر الحكم الإسلامي فيها 8 قرون حتى سقوط غرناطة في 21 من محرم لعام 897 هجرية. انتقال الإمام أحمد المقري التلمساني إلى المشرق الإسلامي. في مثل هذا اليوم 28 من شهر رمضان المبارك من العام 1027 هجرية، رحل الإمام الحافظ أحمد المقري إلى المشرق الإسلامي لطلب العلم وتلقي الرواية والحديث من رواة المشرق. ولد المقري في تلمسان وانتقل إلى فاس، ثم تنقل في الديار المصرية قبل رحيله إلى بلاد الشام والحجاز، وكانت وفاته في مصر. تولي محمد علي جناح الحكم في باكستان. في مثل هذا اليوم 28 من شهر رمضان المبارك من العام 1369 هجرية، تولى الزعيم الباكستاني محمد علي جناح الحكم في باكستان كأول رئيس لها بعد إعلان استقلالها وانفصالها عن الهند. كان محمد علي جناح محاميا وسياسيا لامعا، أسس دولة الباكستان وظل زعيما لها منذ استقلالها وحتى وفاته، ولهذا يعتبر القائد الأعظم هو أبو الأمة، واتخذ من تاريخ ميلاده عيدا وطنيا.